أيوة يا أستاذ جلال، ممكن تجيلي البيت النهاردة؟ لا ماليش مزاج أروح المكتب، من فضلك تعالي البيت، في موضوع مهم عايزك فيه. شفت المسج وما ردتيش، يبقى اسمه ايه ده؟ كلميني اول ما تقضي. باي. أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذر لك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أميرة تعالي من فضلك. أوكي. سوري يا روحي مشغولة شوية، وهخلص وأكلمك. على فكرة أنت كمان وحشني. وصلت لدالي عبد الرحمن؟ لسه بس هوصل لها. الكارت ده جه إمتى؟ ده جالك يوم وفاة لوجة الله يرحمها. طب اتفضلي انت يا أميرة. انت البوب؟ ايوه اللي شغال مع عماد القط. بالظبط كده. فين الراجل ده؟ غطسان بقاله شوي. هو أنا معرفش. طب هو مغير نمر التليفون؟ يمكن. إزاي أنتوا مش شغالين مع بعض؟ لا أنا كنت شغال معاه. المفروض نديم باشا مستنيني دلوقتي وفي ميعاد ما بيننا. وأنت كل مواعيدك كده مش عارفاها؟ وللأسف كل مواعيدي معاه بتبقى حاجة خاصة بيني وبينه. طب ثانية واحدة أتأكد. اتفضلي. مستر نديم؟ البوب هنا وبيقول ان عنده ميعاد. اوكي. اهلا. اهلا بيك يا باشا. استعد يا بطل المرحله اللي جايه بتاعتك. خدامك يا باشا. ايه حكايه مراته دي؟ ولا حاجه يا باشا، هي فضلت تدور عليه كام يوم، ولما ما عرفتش توصل لحاجه بلغت البوليس. وبعدين؟ ولا حاجه. جه البوليس ودور في كل حته بيروح، وسال كل الناس اللي يعرفوه، وفي الاخر بلح. والمكان اللي كان موجود فيه دخلوه يا باشا، وزي ما دخلوا زي ما خرجوا. وشلت كل اللبس وكل الحاجات. اطمن يا باشا، المكان اتنظف من يوميها، ما خليتش فيه الهوا. والمحلول اللي سيادتك ادتهولي رشيته على الجثة، وتاني يوم الصبح رحت اطمن عليها ما لقيتش غير شوية عظم يا باشا. وعلى بال ما مسحت البصمات وشلت كل حاجة كانت في طريقي
لقيت لك الشوية العظم دابه. قال لي يا باشا المحلول ده بيتباع فين؟ يعني عشان هتجوز بنتي تتاخد مني؟ للأسف هو ده اللي هيحصل، هو ده القانون يا مدام ملك، وأنا ما ينفعش أخدعك ولا أضحك عليكي وأقولك إن إحنا هنكسب القضية دي، بالعكس القضية دي خسرانة. آه يعني عشان بنتي تفضل معايا ما أتجوزش، إنما رافق في السر ماشي، أتجوز عرفي برضو ماشي، لكن أتجوز كده قدام الناس زي الناس المحترمة طليق ياخد مني البنت وهو عادي بقى يتجوز ما يتجوزش براحته. لا مش براحته قوي يعني، القانون 25 لسنة 29 المعدل بسنة 2005 كان واضح وصريح في موضوع شروط الحضانة دي، يعني مثلا لو مامة حضرتك كانت عايشة الله يرحمها كنا ممكن نرفع دعوة باسمها ونطلب حضانة البنت ليها، وكنا ممكن نقول إن الأب متجوز واحدة تانية وإن مرات الأب غير أمينة على حضانة البنت. طب أستاذ جلال هو مفيش حاجة تاني ممكن نستغلها ضده في المحكمة؟ بنتي بتتعالج وعايزة عناية ورعاية وتاخد كيماوي، وده ممكن يبقى مش لمصلحته، ممكن أستغله ضده. يا مدام ملك اسمعي مني، القضية دي خسرانة خسرانة، ده كفاية إنه ممكن يستغل إن أنت سيدة أعمال وما أنتش فاضية له، ويا سلام بقى لو معاه محامي عقر واستغل موضوع مريم واللي حصل لها مع الليسي وقال إن ده مش مستبعد إن يحصل مع البنت. طب إيه الحل؟ هو في حل واحد، انك تقعدي مع طليقك وتحاولي تحلوها بشكل ودي. ودي؟ انت تاني؟ هو انت مفيش حاجه بتتحل معاك غير ودي؟ امال انت عايزاني اقول لك ايه؟ عايزاني اخدعك واقول لك يلا ندوس في القضيه للاخر واجر منك مصاريف واتعاب واجراءات ومذكرات عماله تتكتب وفي الاخر نخسر القضيه وارجع اقول لك ما تقلقيش لسه في استئناف ونقط؟ لا يا مدام ملك، انا ضميري المهني ما يسمحليش ان انا اعمل معاك انت كده بالذات. طب يا استاذ جلال قول لي اعمل ايه دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ هو الحل الودي مفيش غيره. طب وافرض ما وافقش؟ يبقى هياخد رنا، ودي حاجه مستحيله هتحصل. خلاص يبقى بلاها جواز. اصل الدكتور حازم راجل محترم، دكتور في الجامعه، له صايع وله بلطجي وسمعته زي الفل، ده حتى ما عندوش اي فضايح نقدر نستغلها ضده علشان نكسب القضيه دي. ما خلاص بقى يا وسام بلاش فضايح. فضايح؟ وانت لسه شفت فضايح؟ اوه هنفضل على حالتك كتير؟ انا بقالي 4 ساعات بفاهم فيكي ومش عايزه تفهمي. افهم ايه ولا ايه ولا ايه؟ ايوه يا عمي، مين ده؟ ايه هار اسود؟ انا وسام، انت مسحت نمرتي ولا ايه يا عمي؟ بالذمه مش عيب اللي انت بتعمليه ده؟ عيب؟ وانت اللي زيك يعرف العيب ولا حد علمه ايه هو العيب؟ مش انت يا عمي طبعا، ده الندل اللي انا متجوزاه. احترمي نفسك يا وسام بدل ما تمدي ايدي عليك. لا يا شيخ، والنبي لا توريني هتمد ايدك عليا ازاي. ايوه يا عمي، بقول لك انا كلمت خالي فرج وجدي صلاح وابو اشرف جايين لي الليله دي البيت هنا عشان هتطلق. لا ابقى احكي لك بعدين اما تيجي، ما تتاخرش مستنياك. اوعى تنسى تجيب القايمه اللي الدكتور مضى عليها وانت جاي. كان يوم اسود يوم ما اتجوزت، يا ريتني سمعت كلامك. يلا سلام. انت فاكراني عيل صغير هتهدد باهلك؟ لا سيد الرجالة، عايزة بقى أشوف الليلة دي هتسد معاهم إزاي. وديني وما أعبد يا حازم، لفرج الخلق عليك وخليك عبرة لمن يعتبر قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ما تخلصي بقى يا وسام. بتعمل عليا أنا ذكر، والتانية اللي بتديك على نفوخك بالجزمة بتوطي تبوس رجلها عشان ترجع لك. قلت لك ما حصلش. ليه يا شيخ؟ المفروض إن أنا كدب عناية وأصدقك أنت. هي إيه؟ طنط كانت محجبة والدبوس وقع منها فأنت وطيت تجيبه لها. صحيح. اوسع ايه؟ رايح فين؟ هي وكلام غير بواب. بقول لك وسعي. ما انتش نازل يا حازم غير اما اهلي يجوا وتطلقني. وانا مش محتاج اهلك يجوا عشان يطلقك يا اختي. انت طالي يا وسام.
بنت في كلية آداب قسم اجتماع وتكون شمال. اه وجابها لك منين دي يا ملك؟ طب خلاص اهدي اهدي اهدي، هتصرف هتصرف خلاص والله حاضر هتصرف النهاردة بالليل. حاضر اوكي يلا باي باي. بنت في كلية آداب قسم اجتماع وتكون شمال ويبقى عندها استعداد انها تقبض عشان تعملي اللي احنا عايزينه. فالزورة دي هي اللي كانت بتتكلم؟ ايوه. ويا ترى بقى قلت لها اللي رامي قاله لك ولا لا؟ قصدك حكايه الليثي؟ هو كان قال لك حاجه تانية غير دي ولا ايه؟ اه لا هي ما ادتنيش الحقيقه فرصه اتكلم لانها شايطه على الاخر. يا حرام. يعني هي شايطه ما ادتكيش فرصه ولا انت اللي مش عايزه تقولي لها؟ تفرق برضه للمره التانية؟ ما اقولهاش ليه ده انت غريب صحيح ما بتفهمش. هي لما تيجي انا هقول لها بس تهدى الاول. اهدي انت يا ماما كده، هدي شعورك كده، اهدي كده. طيب على العموم قولي لها بقى ان انا رايح لرامي. تنسيش تقولي لها ده. خلاص يلا باي باي. بجد ان انت ما عندكش دم؟ يعني هي تلاقيها منين ولا منين؟ مش كفايه عليها عمها اللي مطلع عينها؟ هي ناقصاك انت كمان؟ يا عيني انت دايما قلبك عليها. خدي يا حبيبتي بصي دول شويه نعناع، هدي بيهم اعصابك كده وخدي وراهم قرصين مهدي. ها وتسلي في دي يا حبيبتي. ها مش عايزه. تعالي اتفضلي يا حبيبتي خش بيتك ومطرحك. ايه ده؟ اتاخرتوا كده ليه؟ والله احنا بعد ما خلصنا الشهر العقاري يا ناديه لفينا كده على شويه بنوك عشان نطمن على حسابنا. واطمنتوا؟ ابدا. اسكتي يا ناديه، هتروحي حكايه معقده ومعقربه ومحتاجه يجي 100 مكتب محاسب. اقطع دراعي، اما كانت اختها هي عامله الحكايه دي بقصد. جالك كلامي؟ قلت لهاش انا حاجه؟ والله يا ناديه كانك سامعاني وانا بقول لها نفس الكلام. اختك دي مش هتورد على جنه ابدا. الله اتوقف ليه يا حبيبتي؟ ما تتفضلي تقعدي اتفضلي. انت محتاجه حد يقول لك اتفضلي ايه يا حبيبتي؟ هو انت هنا؟ يا اخويا تعالى ارحمني من الزحمه وسوق بدالي شويه. يعني انت مش عارف انها جابتني على ملا وشي؟ انا؟ لا امي، امي يا ناديه ما انا عارفك. شوف الراجل كانه ما قاليش حاجه. ولا اعرفك. دي تاني مره. معلش. ازيك يا مريم؟ عامله ايه؟ معلش انا اسف انا لازم امشي والله جايبني كده من شغلي ست. شغلي ايه؟ انا مش فاهم انت بتشتغل ايه؟ هو ايه كل ما اشوف وشي تقول لي شغل شغل؟ اقعد اقعد ده انا محتاجك، عندي ليك مفاجاه كبيره قوي قوي قوي. ربنا يستر. ايه ده؟ تليفونك صح؟ ايه؟ ايوه هي. والله عارف انها هي. عاوز تعرف انت فين وبتعملي ايه؟ سابع مره تتصل بيها النهارده. ولا تسالي فيها، خليها بنارها كده. ليه؟ بنارها ليه؟ ما نقول لها عن المفاجاه الكبيره. ايه؟ انك لغيت التوكيل؟ هو لغي التوكيل ده المفاجاه؟ اه لا يا حلو. المفاجاه الكبيره قوي 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 ان مريوم حبيبتي حبيبه عمها قررت انها تعيش معانا هنا للابد. لو النبي. اعملي اللي انت عايزاه يا مريم واقعدي في المكان اللي يريحك. انت حره في اللي بتعمليه. انت مش عيله عشان افضل شايله همك طول العمر. وكفايه كفايه قوي عليا المشاكل اللي انا فيها. وبعدين انت مستعجله على ايه؟ ما انا قريب هسيبها لك مخدره. ولا انت فاكره هتجوز في البيت؟ ده انت حتى ما فكرتيش في شكلنا قدام الراجل اللي هتجوزه. وفلوسك اللي انا محافظه لك عليها لما تتاخد منك ولا يسرقها عمك اللي عامل لي فيها الصدر الحنين ما تلوميش الا نفسك. وبيخليه يطلقك من الحيوان اللي انت اتجوزتيه من ورانا. مالك يا ملك؟
ولا حاجة. ولا عادي بتاعي يا حبيبتي، مشاكل. قولي لي اتفقتي مع البنت على كام؟ أنا ما اتكلمتش معاها في أي تفاصيل، أنا ما أعرفش أنتِ عايزاها في إيه أصلاً. أنتِ متأكدة الأول إنها آداب؟ لا، هي من ناحية آداب هي آداب. مبهزرش يا مها، أنا بتكلم بجد. آداب اجتماع. ولسه بتقول لي إن دكتور حازم أستاذة؟ طب هايل، دخليها لي أوام لو سمحتي. حاضر، أوكي. طيب بقولك إيه؟ هي رنا بتشرب أي جوس ولا في حاجة معينة بتشربها؟ آه لازم فريش جوس لو سمحتي. طيب مها، معلش أنا غلبتك معايا النهاردة. أصل الناني بتاعتها ما جاتش النهاردة وما كنتش عايزة أسيبها لوحدها فجبتها معايا. دي هي نورت الدنيا. ميرسي يا حبيبتي. ماشي يا مريم. ماشي. أنت متأكدة إن هو ده العنوان؟ أنت هايلة. مستر نديم؟ ايوه يا اميره. عنوان ده ليه يا عبد الرحمن؟ ميرسي. كنت عاوزه اقول لك على حاجه. خير؟ انا في حاجه عرفتها ولو ما قلتلكش عليها ضميري هيأنبني قوي. قولي على طول يا اميره. انا عرفت مين اللي بيبعت الحاجات على الانترنت صورك انت وملك. مين؟ هي. هي ملك؟ بكره الصبح هجيب لك الراجل اللي اديت له فلوس عشان يعمل كده. طيب هاي. قوليلي، هو ده الواد محسن ابو قلب؟ الواد الاسمراني ده الرفيع ابو شعر عامل زي هو ده؟ ميرسي. قلتي ايه؟ افكر. انت مش هتفكر، هتنفذي. بس الدكتور حازم يعني مالكيش فيه. دكتور حازم مالكيش فيه. طب وتحطيني ليه في مشكلة معاه؟ ده ممكن يستقصدني ويسقطني. وماله لما تسقطي لك سنة بخمسين ألف جنيه؟ هتعملي إيه يعني بالتخرج؟ وبعدين ما أنت شغالة أهو زي الفل. قشطة، بس كده حرام. طب نخليهم 60 ويبقوا حلال؟ 100 واعملها لك فضيحة بجلاجل. أنا مش عايزة أعمل له فضيحة. هو حتة محضر في الاسم. عرض عليكي الامتحان مقابل إنه ينام معاكي وأنت رفضتي. وتجيبي لي رقم المحضر. ويا سلام بقى لو شكوى لعميد الكلية بنفس الكلام اللي في المحضر. يبقى تمام. طب مش أحسن لو قلنا إنه اتحرش بيا في مكتبه؟ واجيب لك واحدة زميلتي تشهد إنها دخلت علينا الأوضة لقيته زانقني في الحيطة وأنا بقول له عيب يا دكتور، ما يصحش كده يا دكتور. لا هي فكرة، بس أنا مش هزود ولا جنيه. 50 كمان لزميلتي اللي هتشهد معايا. لزميلتك برضو؟ بين البيع والشاري إيه؟ بين البيع والشاري 60 ألف جنيه، ما فيش غيرها. شرفتي. ميرسي. طب يمين ثلاثة ان يكون طلاقك على ايدي وبكره تشوفي. مدام الموضوع دخل تحدي كده. اهدى يا فهمي، ما تعكننش روحك امال. عكننش روحي؟ بعكننش روحي يا نادية بعد ما سمعت تشتكي بودني؟ انا حرامي يا نادية؟ قالتي متجوزاني وعارفة، شفتيني بمد ايدي واسرق حد؟ انا حرامي يا نادية؟ ابوك حرامي يا طارق؟ لا يا بابا انت مش حرامي، بس هي ما قالتلكش انك حرامي يعني. يا ريتني ما خلفتك ولا شفت خلقتك. يا ريتني ما خلفتك. انت قاعد ودانك طرشه ما سمعتش؟ ودانك مسدوده؟ خلاص يا فهمي خلاص، ما تخليش مريم تندم انها سمعتك رساله اللي ما تتسمى.
قالت؟ قالت عليه حرامي؟ أنا أخلي مريم تندم؟ أنا؟ ده أنا بعشق مريم، بحب مريم. طب والله وريك عليها عرفان، أنا لو عندي بنت ما كنت أحبها زي ما بحبك يا مريم، والله يا بنتي والله. بس سمعي شتمتني زي وقالت حرامي، عشان تاني مرة يبقى المراكز ودانه مفتوحة ويسمع شتيمة أبوه بودنه. سمعي يا بنتي، اعملي اللي أنت عايزاه يا مريم، وقعدي في المكان اللي يريحك، وتحرف اللي بتعمليه، وفلوسك اللي انا محافظه لك عليها لما تتاخد منك ولا يسرقها عمك اللي عامل لي فيها صدر الحال. قالت ايه؟ رجعت تقول لك المره دي؟ قالت لك ايه؟ لما عمك يسرقها اللي عامل فيها صدر الحنين، يعني انا الحرامي ابو صدر حنين، شفته؟ سمعت يا استاذ طارق؟ يبقى ركز وفتح ودانك. بعدين جراه يا فهمي؟ انت هتهدي الواد ولا عايز الواد يشعللك؟ ايوه انا عاوزه يسخن هو يا ناديه. يسخن هو ويسمع شتيمه ابوه. بقول لكم ايه؟ انا الموضوع ده كله كده مش عاجبني. ايه اللي مش عاجبك؟ كل اللي بيحصل ده ليه؟ مش عاجبني. يا سلام، مش عاجبك ليه؟ مش عاجبني. انت رايح فين؟ هقوم اغير هدومي وانزل اشم شويه هوا عشان اتخنقت. طبعا نعم، قومي يا مريم حبيبتي، انت قومي غيري هدومك وانزلي عشان تفك عن نفسك شويه، تلاقيكي قرفانه من كلام اختك اللي قالته لك في الرساله. قومي فك عن نفسك يا حبيبتي. يا ارض حازمه عليكي. داري عليا انت اللي مش هتقدري عليا. ايه كده بس؟ انا مامي. وانا لا 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 لا. ايه ده اللي ما جاتش؟ لا 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 لا، كنت هدخلها في نفسي. ايه ده لا طلعت. يلا جود. جامدة. لا ورانا كمان جامدة. وريني بقى، وريني يا جامد. تعالي انا هشوف لك حل مع البنت دي. طيب قبل ما اشوف حل بس عايزاكي سنة. ايه في ايه؟ عايزاكي في حاجة ضروري قوي. غير ان عمر مشي وراح عند رامي؟ لا، في حاجة تانية. تعالي ليسي، ده اللي سمع رامي لما قابل أميرة، ولما سألها عرف إن الليسي عايز يقابل نديم فخري بأي شكل من الأشكال، بس هي منفضه له. وطبعا رامي اتسحب من لسانه وقال لها الليسي ده يبقى مين؟ مش عارف إذا عمل كده ولا لأ. إزاي يعني؟ وينفع رامي مبقاش أبو العريف؟ بصي، عشان بس أنا مظلموش، احتمال كبير مبقاش قال، لأن رامي أصلاً ما عندوش معلومات عن الليسي، ده كان هيموت ويعرف فينته معلومة عنه، لحد بقى ما أستاذ جلال قال له إن هو جوز أختك. بصراحة يعني أنا نفسي اتفاجئت، لأن ما كنتش أعرف إن مريم متجوزة. متزعليش مني، سايبينك بيتك ده أكبر غلط انتي عملتيه. أنا مش فاهم يعني إيه اللي جد بينك وبين ملك، ولا انتي مدقة إنها هتتجوز ولا إيه؟ والله أنا ما بقتش فاهمكم. شيلي شنبك ده، شنبك. مريم اوعي تفتكري اني بقولك كده عشان انا متضايق انك قاعده عندنا في البيت، بالعكس والله ده بيت عمك، يفضل طول عمره مفتوح لك. انا بس مش عاجبني ان الامور توصل بينك وبين ملك للدرجات دي. ما ينفعش تسيبي حد يسخنك على اختك، حتى لو الحد ده يبقى ابويا. ما تستغربيش يا مريم، انا ما بعرفش الف وادور، حق ربنا ولازم يتقلك.
بغض النظر يعني عن اللي انت عملتيه. خليني ساكت احسن وبلاش نفتح موضوع اتقفل من قبل ما نفتحه. خلينا في موضوعك انت واختك. لو انت فعلا شايفه ان في مشكله على الفلوس والورث يبقى اقعدي معاها واتكلمي وتفهمي. انت خسرانه ايه؟ صدقيني ده احسن حل. اقول لك على حاجه كمان، قبل ما تقعدي مع اختك اقعدي مع نفسك شوفي انت عايزه ايه، عشان واضح جدا انك تايهه ومش عارفه انت عايزه ايه. ايه؟ خلي بالك توهانك ده ممكن يوقعنا بغلطات تانية، ها؟ زي غلطة جوازك. إذا كنت حضرتك حاسباها غلطة. عايزة تمشي؟ زي ما تحبي. لو سمحت. يا ابن اللذينه انت قلبتها في الدب كله ازاي؟ قول له يا سيدي، قول له قلبت الدب كله ازاي؟ بقول لك ايه، دي ما خدتش في ايدي نص ساعه، ما اعرفش انا الواد ده بيعمل ايه للحريم. يا عم بعمل ايه؟ الحمد لله احمدك واشكر فضلك يا رب. بس المواضيع دي موهبه يا جماعه، تقليب النسوان ده موهبه، وانا الحمد لله ربنا كرمني بالمهمه دي. وطبعا احنا شركه في القصه دي. ليه يا اخويا شركه ليه؟ إيه مش كنت معاك؟ انت كنت معاك تعمل ايه يعني؟ كنت بكلم لك السكرتيره بتاعت نديم فخري. وعلاقه نديم فخري يا حبيبي والسكرتيره بتاعته بموضوع تقليب الولايه؟ انتوا خلاص بقيتوا عصابه ولا ايه؟ يا رب يا سيدي يا رب، انا ليه تكره؟ ليه تكره نبقى عصابه؟ لا يا حبيبي بس انا براكوا في الموضوع ده. لا ده انت واحده معانا. يا سلام، طب حيث كده بقى الكوليه ده، دي هديه يا ماما. استهدي بالله بس اديك الكوليه ايه؟ اديهولك بس الاول يعني خد يا ابني، خد يا حبيبي. انزل وزنه عند الجوارب شوف يعمل كام، وانا هديك عليه خصم 50%. يا ابني بلاش احسن تطلع الولايه مبلغه عن شويه الذهب دول. يا ابني مبلغه ايه؟ بقول لك انا رايح لها بكره الصبح. طب انا هاجي معاك اساعد. لا انا زي الفل، مش محتاج مساعده. يا ابني طبعا محتاج مساعده في الحاجات دي. لا ما تنزل عباية؟ لا والله ما اظنش يا معلم، دي لو راحت بكل الذهب ده عشان تبيعه في اي محل لازم هتتسال عن فاتوره يعني. ويوم الراجل قال لها ثانيه يا واحده ومكلم لها بوليس. وش بص، انت اسلم حاجه تعمل زي ما كنت بتعمل قبل كده، على اللونج ران حته في حته وفي اماكن مختلفه خلاص. لا بس المره دي ما ينفعش، انا محتاج الفلوس كلها مره واحده، لو قعدت ابيع الحاجات دي على فتره هتاخد فتره طويله ومش هينفع. طبعا عشان البي يظبط نفسه عشان يخش على نديم فخري. وش لا انا مش محتاج ادخل على نديم فخري كده، انا محتاج ابهر نديم فخري وانا داخل عليه، يعني لازم الراجل ما يشكش فيها ولو للحظه ويدور ورايا، اي كلمه اقولها له يامن بيها، فلازم بفيها لمان كده وانا داخل عليه. هتبيع معانا الحاجة ولا انت غير الحاجة؟ لا لا خالص. اوكي طيب، بقولك ايه، هكلمك تاني يا منى. طب اقفلي دلوقتي. طب يلا باي باي باي. ازيك يا رنا؟ انت تعرفني؟ اعرفك طبعا وشفتك كمان قبل كده. انا مشفتش حضرتك خالص. انت انكل نديم يا رنا؟ ازيك يا نديم؟ مامي بتحكي لي عنك كتير. مامي بتحكي لك عني؟ مالك في مكتبها. اوكي ميرسي. مامي ما بتحكيليش غير عنك. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا زملكاويه. هنختلف بقى، أنا أهلاوي. إيه ده بجد؟ حضرتك جيت لي المستشفى قبل كده بس أنا كنت نايمة صح؟ صح. صحتك إزاي؟ الحمد لله. I love you. تعرفي إنك جميلة جدا. ميرسي. جدا. مامي على فكرة بتقول لي كلام حلو جدا عنك. كلام حلو؟ ما قالتلكيش إن أنا راجل وحش يعني؟ لا خالص خالص. هاي ملك. هاي ازيك؟ ازيك انت؟ ايه المشكله؟ تمام، لخبطه ضرب من كل حته مش عارفه الاقيها منين ولا منين.
رانا هرجع لك. ها اوكي اغلبك. لا انا اللي هكسبك. اوكي موافق. اهلا بنشوف مشاكلك. مش كده ما بتخلصش. ازيك يا رانا؟ ازي حضرتك؟ انت تعرفني؟ اعرفك طبعا وشفتك كمان قبل كده. انا ما شفتش حضرتك خالص. ده انكل نديم يا رانا. ازيك يا استاذ نديم؟ مامي بتحكي لي عنك كتير. مامي بتحكي لك عني؟ مالك في مكتبها؟ اوكي ميرسي. اوكي مامي ما بتحكيليش غير عنك. بجد؟ انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا زملكاويه. اه هنختلف بقى. انا اهلاوي. ايه ده بجد؟ اه. حضرتك جيت لي المستشفى قبل كده بس انا كنت نايمه. صح؟ صح. صحتك ازاي؟ الحمد لله. تعرفي انك جميله جدا. ميرسي. جدا. مامي على فكره بتقول لي كلام حلو جدا. كلام حلو؟ ما قالتلكيش ان انا راجل وحش يعني؟ لا خالص. خالص؟ هاي ملك. هاي ازيك؟ ازيك انت؟ ايه المشكله؟ تمام. لخبطه ضرب من كل حته مش عارفه الاقيها منين ولا منين. رانا هرجع لك. ها اوكي اغلبك. لا انا اللي هكسبك. اوكي موافق. اهلا بنشوف مشاكل. مش كده؟ نو نو يا مودي بليز. يا مودي لا بليز لاين واحد بس. يا بنتي انت مش عارفه انت بتعملي ايه. انت زودتيها قوي على رشا على فكره. معلش اخر مره. لا انت اصلك مش عارف هو بيعمل ايه. بيصحصحني، بيديني انرجي، بيخليني اعرف افكر واركز، وانا محتاجه اركز في كل الديتيلز بتاعت خطتنا. هو ايه اللي هتبوظ؟ يا بنتي مش الخطه اللي هتبوظ، انت اللي هتبوظي. انت معانا في الخطه دي؟ داليا يعني بتحكي لك كل حاجه ولا بتخبي عليك حاجات؟ انا ما بقتش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم ان في حد فاهم حاجه. صح انت صح. اهب بقى يا مودي بليز. برضه تاني؟ لا مش قوي كده، ما تقفرش بقى. يا بنتي البتاع ده هيدمرك، هيضيعك، انت بجد زودتيها قوي يا رشا. يلا ما انتي عشان خاطري. حاضر. مش ممكن اعزلني بجد، مش واحده بتزن زي كده. امسكي. يو وين. دماغك كانت هتقف. بليز يا مودي ما تعملش معايا الحركات دي. لما اقول لك هات لاين هات لاين. يا بنتي انا خايف عليكي. خايف عليا بتاعي؟ انت هتحبني؟ هو لازم احبك يعني عشان اخاف عليكي؟ تعرف انا عمر ما حد حبني بكده، ولا انا كمان عمري ما حبيتها. عمري ما انبسطت. عشت حياتي بالطول وبالعرض، عملت كل اللي نفسي فيه. بس يجي دلوقتي تقولي انت سعيده ولا لا؟ هقول لك لا. طب انت ليه ما حبيتيش جوزك؟ عشان ايه؟ واخد الدنيا جد قوي، كل اللي شغله منظره قدام الناس. قعدت اقول له فك شويه، خلينا نتجنن وننبسط، بلاش الجو الكلاسيكي الرخم اللي انت متمسك بيه ده. بس مفيش. كنت بقول من هنا وهو بيسمع من هنا ويخرج من هنا. طب انا عايز افهم حاجه، يعني انت ما حبيتيهوش اصلا، اتجوزتيه ليه؟ هات سيجارة ونقول لك. طلبات طلبات طلبات. اتفضل. لأنه كان فرصة بالنسبة لي، كان هيخليني من مجرد سكرتيرة لصاحبة ايجنسي. بس أنا كمان كنت فرصة بالنسبة له. أنا كنت سكرتيرة الراجل اللي خلاه من نديم هاشم لنديم بيه فخري. لا ده الموضوع كبير قوي ولازم أفهمه بقى. فاهمين بقى. أنت عايز تفهم كل حاجة كده مرة واحدة؟ اهدى عليا. انت مستني حد؟ اه ده ميعاد الكلاينت بتاعتي. بقول لك ايه يلا. يا فكرتني بالشغل. لا شغل ايه؟ تعالى. تصدق ان دلوقتي قفل الوكاله؟ لا يا شيخ بجد؟ وانت ليه عايزني امشي يعني؟ ايه المشكله لما اقعد معاك؟ يعني ايه بس؟ لما اقول لك هات لاين تجيب لاين على طول. حاضر. ما تسعش عشان هبقى شايفاك. يا رحمة. حاضر خش بقى. هاي هاي ازيك؟ معلش كنت في الحمام بس. ولا يهمك.
How are you? Fine. You have a seat? Thank you. ايه ده انت معاك حد هنا ولا ايه؟ لا حد ايه مفيش حد خالص. Everything is still in peace. انا كئيبة صح؟ قول ما تتكسفش، ما انا عارفة نفسي. طب والمصحف انا كئيبة والمشاكل ورايا مش راضية تسيبني. ايه العبط اللي انا بسمعه؟ مش معقول يا نديم كل ما اشوفك اكلمك في مشاكل وانت تقول لي علي عوض. بقول لك ما تفكك مني، سيبني. انا لو مكانك هعمل كده. انت ذنبك ايه كل ما اشوفك اكلمك في مشاكل؟ وانت عندك اللي مكفيك، مش ناقصاني انا. خلصتي؟ لا لسه. طيب انا سامع. نديم انا حبيتك. بس انا مش هخلي حبي ده ياثر على علاقتي ببنتي. لو موضوع رنا ده ما ظبطش وحسيت انها ممكن تتاخد مني، انا اسفه. مش هينفع نكمل مع بعض. مفيش مخلوق في العالم هيجرؤ ياخدها منك، وطول ما انا موجود ما تقلقيش من اي حاجه ومش عايز اشوف دموعك دي تاني. ها يعني مع انك بتبقي زي القمر وانت بتعيطي. قالت لك ايه الست بتاعت الضرايب؟ قالت لي انت حلاوتك طحينيه ولا طبيعيه؟ طحينيه بس؟ ده انت كل الحلويات مع بعض. عندك ايه بكره؟ لا عندك، انا عامل ايفنت كبير في بيتي اللي في القطاميه عشان بمضي عقد جديد، وحابب تكوني موجوده عشان نسافر بقى ال 12. اعدي عليك بكره اخدك معايا وندخل مع بعض عشان اللي ما اتكلمش يتكلم. اوكي؟ مش قلت لك انك مش لوحدك؟ يا حبيبتي انا مش فظيعه، مش ممكن لوحدي والله. امسكي. بكرة بقى جهز لي 5 من دول. دن، اوكي. فين الكاش؟ جاي. ايوه كده. ماشي. Tomorrow. دن. الفل يا باشا. ده العنوان بتاع الست اللي هتعرفك رشا هانم فين. ده اذا ما كانتش هربانه عندها شخصيه. لو في المريخ بعون الله هنجيبها يا باشا. تلاقيها وتحطها في المخزن اللي كانت فيه قبل عماد ما يهرب. هيحصل يا باشا. عملت مع مراته اللي قلت لك عليه؟ اطمن يا باشا، اوامر سعادتك بتتنفذ في التو وفي اللحظه. الولية دلوقتي زمانها مروشة من التلفونات اللي جات لها. واحد وحلف لها انه شاف القط في العراق، والتاني قال لها انه مقبوض عليه. وانا بعون الله بكرة اروح لها بحكاية جديدة خالص. قول لها انه ضحك على بنت من الصعيد وان اهلها عرفوا، انك شاكك يا اما خطفوه يا اما قتلوه رموه في الصحراء. تمام يا باشا. توكل على الله. خد بالك ما عندكش فرصة تغلط، انت شفت بنفسك الغلطة معايا ملهاش علاج. سلام يا باشا.
بطل وساخه صح؟ وساخه ايه؟ انت دخلتي هنا ازاي وعايزه مني ايه؟ عايزه اقول لك عشان اخلص البشريه منك. وتخلصي البشريه مني ليه وحد اشتكى لك؟ استهدي بالله طيب شاهد على روحك. طبعا انا مش متوضي انا مش عندي ذنوب كتير هروح الدار والله هروح كده النار. مش هتنضف يا ليسي. مش سيبك من ليسي دلوقتي انت ما تضيعيش مستقبلك عشان واحد تافه زيي خالص. ما هو التافه ده قاعد بيلعب بمستقبلي. لا 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 طيش 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 وبعدين انت لبساني السلطانيه قبل كده. هقتلك وهتتأيد ضد مجهول. ابوس ايدك اديني فوق طب ابوس ايدك كده ابعد. حاضر خليك ورا عايز ايه من نديم يا واطي؟ نديم فخري مين؟ ما اعرفش حد اسمه نديم فخري اصلا. انا نسيت نديم فخري ده. نديم اللي انت بتشمشم وراه زي الكلب. زي الكلب اديك قلت زي الكلب حد يمشي ورا كلب. وبعدين نديم فخري ده لو عايز اوصل له يعني ما انا معايا التليفون وكنت بعت له مسج وحكيت له القصه كلها. عشان غبي وغلبان والله العظيم انا غلبان انا لوك بس لكن افهم ما بعملش حاجه وانا مش غلبان كنت مشيت وراك لغايه ما اديتني خازوق. عشان واطي وتستاهل. معلش طب سامحيني والله العظيم انا يعني ومهدي بتاعد عني والله انا عامل لك كل اللي انت عايزاه بس مهدي بتاعد عني بهنا تهددني بميه النار. معلش معلش عيل عبيط عيل عبيط هنمشي ورا وتسرق تليفوناتي. انا مستعد اعمل لك اي حاجه والنبي الا اللي تقتلني من النبي. طب انا هديك فرصه تثبت بيها انك راجل يا مره. ما انا مره بس اعمل لك اللي انت عايزاه والله اعمل لك اللي انت عايزاه. تشيلني وتشيل اختي من دماغي ونديم فخري ده ما تقربش ناحيته. حاضر. ولو عرفت انك بعت حد من طرفك يقول له كلمه كده ولا كده وحياه بنتي لسفرك فوق. لا انا ما بحبش السفر ما بحبش السفر. طب خد التقيله روح خالتك. انا رجعت الفيديو تحب اوريه لك؟ لا شفته كتير مش هشوفه والله ما هشوفه. ورقه طلاق اختي توصل لها؟ لا والله العظيم هبعت لها ورقه الطلاق. طلاق وحياه بنتي لشيعك. اعمل كل اللي انت عايزاه. انا هعتبر انك مت يا ليسي بس لو ظهرت في حياتي تاني انا مش هسلم الفيديو للبوليس. لا انا هقتلك بايدي. لا ليسي مات. ليسي مات خلاص. ليسي ده بلا في حياتك ولا حياتك ولا اي حد والله. ليسي مات الله يرحمه. كمل نوم. لا انام ايه في حاله دلوقتي؟ نام. انا نام حاضر. ليسي نام. يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل ونهارنا فل نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل ونهارنا فل نهارنا فل يا صباح الفل يا صباح الياسمين يا صباح البنفسجي يا صباح الورد البلد المفتح على اخره يا صباح النعناع. قولي لي يا مريم انت بتحبي النعناع؟ بس تهت الاله ولا يهمك ان شاء الله بعد ما تفطري هعمل لك كوبايه شاي بالنعناع اللي هي وبعون الله بعون الله بعون الله. كوبايه الشاي دي بقى اللي هتسلك لي بزورك وتخليك تنطقي. حكيم انا نفسي قوي نفسي ومنى عيني يا حبيبه قلبي اسمع صورتك. والله نفسي اسمع اللي جواكي. اكيد انت مليانه حاجات ومعبيه كتير قوي نفسي اسمعها. نفسي تشوفك شايله ايه يا مريم. نفسي اشوفك ايه يا حبيبتي. طارق ما موجود. يا طارق تعالى يا مريم عاوزاك. طنط ناديه دي مسكينه نزلت من الفجر عشان خاطر عيونك. ايوه عشان خاطر عيونك انت راحت تجيب لك اللي هتخلي الراجل اللي انت متجوزاه يهدى يجي زحف على ركبه يقول لك طلباتك اوامر. تضحكي هتشوفي اصبري وهتشوفي.
مش انا قلت لك هطلقك وحياتك انت لا طلقك؟ اه هيحصل يعني هيحصل، ومش كده بس، لا ده انا كمان هجيب لك فلوسك اللي ورثتيها عن المرحوم ابوك كلها على داي المليم، ان شاء الله حتى احبس لك اختك. اه لو وصل الامر ان انا احبسها احبسها، ومش كده وبس، لا ده انا هفضحها لك قدام الراجل اللي ناويه تتجوزه ده وافركش لها الجوازه. ايه رايك؟ افركش لها الجوازه؟ عناي غالي والطلب رخيص، ده اسهل حاجه في الدنيا ان انا افركش لها الجوازه. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا مريم؟ بتعمل ايه ده كله؟ بلبس نازل الشغل. يا ابني انت كل ما تشوف خلقيه تقول لي نازل شغل شغل، انا نفسي اعرف بتشتغل ايه انت؟ وبعد انت في ايه عاوز تقول ايه؟ احب اسيب لك الشغل ده واقعد لك في البيت. هتقعد جنب امك؟ اه جنب امي. هيبقى عندي اتنين ماما. لا يا حبيبي استحمل. كفايه عليا ماما واحده قوي قوي. شكرا. روح. بس انت ما قريتش الجرايد النهارده؟ لا جرايد النهارده فيها ايه؟ النهارده اجازه يا حبيبي. النهارده اجازه؟ اه ده بقى مريت ايه ان شاء الله؟ لو مريت اني مريوم عندنا. امال ايه؟ شفت بقى؟ يلا اقعد اقعد. يلا يا حبيبتي عادي. يا ابني يا ابني خليك جنتلمان، اسحب الكورس كده اقول لها اتفضلي. اتفضلي يا مريم. ايوه ما اعرفش يبقى جنتلمان ابدا. يلا حلو، مد ايدك بالهنا والشفا حبيبتي. يلا هروح انا بعمل لكم الشاي. لا لا يا بنتي، لا والله والله ما انت قايمه. يا سلام ولدك الزعم. ما اعمل لبنتي حبيبتي النور عينيا من جوه الشاي بايديا. يلا اعمل لك شاي واكلها. واكلها ما تبقاش ايه. حاضر. واكلها. حاضر هاكلها. حاضر. يلا حبيبتي خدي خدي الاسطوانه دي اسمعيها وبعدين كليها. يلا واكلها واكلها يا حيله. هاكلها يا حلو الصبح يا حلو التوم يا حلو الصبح نهارنا فين. فكرتي في اللي قلت لك عليه امبارح؟ فكرتي في اللي قلت لك عليه امبارح؟ ليه؟ 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 اسمعي كلامي، اقعدي هنا مفيش مشاكل، بس اختك حل اللي بينك وبين اختك، ما تسمعيش كلام حد. شكرا. مريم لو دي ملك لو سمحتي ردي عليها. مريم سكرك. مريم سكرك ايه يا مريم؟ الله مريم الله 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 في ايه يعني؟ انت طارق انت عملت لها ايه؟ قلت لها ايه؟ شقلب كيانها على الصبح. انا لا قلت ولا عد. امال ايه اللي حصل لها؟ جات لها مسج على موبايلها قريتها عملت زي ما انت شفت كده. خش اسالها. مسج مسج يا ترى من مين المسج دي؟ كله تمام سعادة. مش عايز غلط. دي أول مرة حضرتك تعتمد عليا في حاجة، وهتشوف أنا قدها ولا لأ. فين أميرة؟ مشيت من بدري عشان تجهز للحفلة بالليل، وسابت لسعادتك الظرف ده. طب اتفضل أنت. معتمد عليك. إن شاء الله. أيوه لقيتها؟ طب خليك ورا داليا دي، هتوصلك لمدام رشا. اسمع اللي بقولك عليه من سكات. مع السلامة. انت نفسك تبقي ايه؟ دكتورة. دكتورة ايه؟ دكتورة اطفال. اشمعنى الاطفال؟ عشان الحاجات التانية ما بحبهاش. ايه الحاجات التانية دي اللي بتحبها؟ الدكتورات التانية.
الدكتورات التانية. يعني انت نفسك يبقى عندك مستشفى كده زي عمك مفيد؟ اوبا ده ايه ده؟ باصي باصي ايه؟ وانت راشقة في اي حاجة راكبة على اي موتوسيكل؟ يا عم باصي واخبص. خدي دي بقى شعب. شفتي بقى؟ خليها. لا والله يا نهار اسود انت فظيعه. امسك مش عايزه. احسن. بقول لك ايه؟ ما تكلمني شويه عن نفسك. اعتبر معاك المايك كده 20 دقيقه. 20 دقيقه؟ ايه كتير؟ انا لو كلمت عن نفسي صراحه محتاج مثلا 20 حلقة. محتاج حاجة زي جيم اوف ثرونز كده، مسلسل كبير او ليالي الحلمية كده 4-5 اجزاء كده اقعد اقول بقى. يا سلام ده انت تلاقي حياتك فاضية مش محتاجة دقيقتين اصلا. لا والله انت شايفة كده يعني؟ صراحة لا خالص. انت عندك كم سنة؟ يعني في البطاقة ولا في الحياة عادي؟ الفلسفة الاوفر دي ما تخلص. لا بجد بجد بصي ركزي كده فكري فيها كده، البني ادم بيبقى ليه سن في البطاقه بس ملوش اي علاقه بالاشاده. يعني انا اللي شفته يديني مثلا 75 سنه بس في البطاقه 35. راح عليا عشان مخي على قد كنت بدبلر السنه في سنتين وساعات في اربعه. تخيلي انا خريج ايه؟ اي سي. انت خريج اي سي؟ وانا شكلي بيئه قوي كده يعني؟ مش قوي بس ما تجيبش اي سي خالص. لا اي سي وكنت ستريت ايز يعني كل حاجه على امتياز يعني كل حاجه. وكنت جامد جدا في الجامعه والله، كنت من الناس يعني اللي بغشش العيال كلها. وبعدين ايه اللي حصل؟ ما بقتش اي حاجه، بقيت عادي تمام زي ما انت شايفه كده. هو انت ما بتخرجش من هنا ابدا؟ وبعدين ايه حكايه الموبايل اللي مش معاك دي؟ ده موضوع كبير قوي. طب ما تحكي ما احنا عندنا وقت يعني قدامك 20 دقيقه. هو انا عارف اقول حاجه؟ انا كل ما اتكلم تنط في بقي. بصي انا ابويا كان في السؤال. يا نهار اسود انت هتحكي لي من اول ابوك؟ شفتي؟ مش هقول. خلاص. عنك كمل. ابويا كان مقاول كبير قوي في السعوديه. كان بيعمل كل بيوت الامراء والناس الكبيره والتقيله قوي في السعوديه، عمل فلوس كتير قوي. امي جت ضحكت عليه، خدت كل الفلوس وهربت مع واحد واتجوزته. قوم ايه بقى؟ وانا كنت الفتره دي داخل لسه في الجامعه وبتاع، وقمت قلت اطلع على امريكا. سافرت. وكنت كرهتهم هما الاثنين خالص. ولا طايق ابويا ولا طايق امي، بس كنت عمال اسحب منهم فلوس بشكل عبيط. عامل اتدلع دي شويه اتدلع ده شويه اقعد اسحب في فلوس وانا في امريكا. لحد ما حصل ايه بقى؟ فجاه ابويا توفى. فجاه في نفس اللحظه سبحان الله وفي نفس السنه. امي الراجل ضحك عليها خد كل فلوسها وفجاه بقيت على حديده خالص بقى مفيش اي حاجه. من واحد في ماسترز وماس كوميونيكيشن وبتاع لتحت الارض اندر جراوند مفيش. اشتغلت كل حاجه ويتر بغسل مواعين صحون بنزينه كله. لحد ما اشتغلت مع واحد امريكاني من اصل لبناني. اوكي. عنده عزبه كده كبيره قوي تكساس. واشتغلت عنده سواق على عربيه نقل. وقعد تاني بضائع وحاجات لحد ما ظهر لي واحد ابن نمارة كده اسمر. نيجر يعني. والراجل ده كان كارهني جدا مش عارف ليه. وكان بيحط مخدرات، هو اصلا طلع كوك ديلر انا ما كنتش اعرف. كان بيحط بقى مخدرات في العربيه. والله انت قبض عليك. انت شفت فيلم ده قبل كده؟ لا ما تقولش ده بجد ده ولا ايه؟ اكيد بجد امال يعني بنخع. هو بعدين؟ مفيش اتمسكت واتسجنت في امريكا. بقول لك انا شفت امريكا من تحت بقى بجد. اه وبعدين؟ مفيش بقى وقفت جنبي بنت مرات الراجل سبحان الله ربنا وقفها لي جنبي الصراحه وقعدت يعني قعدت وانا في السجن تظبطني وبتاع دفعت لي الكفاله والمحامي والحاجات وكمان اشتريت لي تذكره طيران وشحنتني على مصر. اوكي
قصة طويلة. أنا فعلاً عايزة بقى. صح. بصي احنا قعدنا نرغي كتير ونسينا. فين داليا؟ استناها جاي. استعجلش. طب هاتي مش كانت وحشة دي؟ بقول لك يا ناديه، ناديه اسمعيني بقى كويس وركزي معايا. الحوار اللي انت عاوزاه ده مش هينفع بالنهار ابدا ابدا ابدا. من غير ليه؟ الدنيا زحمه هنا قوي والناس رايحه جايه، هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه الراجل اللي بيعمله الراجل المجنون ده؟ هيرش ميه على عتبه الباب ليه؟ ايوه طبعا هيقولوا كده. ايه الشيخ وهبة ماله؟ مصمم تبقى بالنهار؟ طب ويجرى ايه لو رشينا المايه دي بالليل؟ يا ناديه بالليل احسن، الدنيا هتبقى طراوه والمايه هتفضل كتير مش هتنشف بسرعه صدقيني. مصر على كده؟ طيب طيب يا ناديه، طيب روحي انت دلوقتي وانا هكلمك بعدين لما الدنيا تهدى شويه. مع السلامه. انا اتعامل معايا الصح، لا بصراحه انا اتبهدلت، يعني حقيقه انا اتبهدلت. انت لو تكون صريح معايا وتقول لي قصه الفيديو ده انا هعرف اساعدك. فيديو يا ابني؟ انا جبت سيره فيديو. امال هي جات لك ليه؟ جات لي لقيتني داخل على الراجل اللي اسمه نديم فخر ده، قلت اما تسكني قبل ما ادخل عليه. طب ليه كده يا معلم؟ ضيعت مني النصبايه ده. انا مزوق. بس يا عم بس خلاص بس في ايه يا راجل؟ انت بقيت انت عبيط ولا ايه؟ ها يا استاذ ادم عملت ايه؟ تمام يا استاذ، ركبت لك كالون ست تكات الماني يا استاذ الاصلي. اي خدمه ثانيه يا استاذ؟ ست تكات بحالهم؟ ايوه يا استاذ، وادي المفاتيح كمان اهي. زي الفل والله. اي خدمه تاني؟ طب حسابك كام؟ حسابي ما تخلي علينا المره دي يا استاذ. يلا احسن، اتكل على الله. لا 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 انا عايز 450 جنيه يا استاذ. 450 جنيه وانت مركب ايه كلام ب 450؟ انت بتستعبط؟ هم 250 جنيه مفيش غيرها. هات 200 جنيه، شوف 200 جنيه معاك. تاخد 50؟ خد معيش غيرهم، على طول كده مقلبني. 250 من 450 جنيه يا استاذ. خد احمد ربنا انا معاك 250 جنيه. ماشي انا اللي غلطان، اللي جيت لكم هنا. ماشي انا اللي غلطان. والله انا غلطان، اديلك فلوس اصلا. ماشي ده انت حاج. ايه ده؟ ايه ده؟ الراجل ده اللي جابه هنا. الراجل ده اللي جابه هنا. هو انت متاكد ان ده عمها؟ ايوه يا عم متاكد ان هو عمها. بقول لك ايه، شكلهم بيراقبوك وبيدبروا لك حاجه. والله العظيم؟ اه والله. كنت ناقصه ده كمان، تعالى يا عم. غلطة وصلحتها. طيب يا ريت تكون رجعت عن اللي في دماغك وبلاش محاكم وفضايح. في الحقيقة أنا طلقتها. طلقتها؟ أيوة. كان لازم يحصل من زمان. أنا عمري ما حبيتها. ما كانش في بينا أي مشاعر. عشان كده أنا كنت متفق معاها إن إحنا نأجل موضوع الخلفة شوية. لأني كنت متأكد إن في يوم من الأيام هقولها لأ، خلاص مش هينفع نكمل مع بعض. طب وكنت اتجوزتها ليه؟ ولا تكونش بتغزني؟ عشان ارد لك الالم اللي انت اديتهولي. اصرارك على الطلاق كان بيذبحني. عارفه احساس انك تبقي عايزه حد وهو مش عايزك؟ احساس قاتل. طب انا كمان يمكن كنت بصلح غلطه.
يمكن تكوني هترتكبي غلطة أفصع بجوازك من نديم فخري. راجع نفسك يا ملك، ويا ريت تحطي رنا قدامك. احتفلوا بيك. بتتكلم بجد؟ اتجوزيني؟ انت مجنون. انت ازاي ما تقوليش؟ انا نديم يعمل فيا كده؟ يا عقلي بلاش جنان. انا همشي. بقولك بلاش جنان، هو كان عايز يعمل لها مفاجأة، ايه المشكلة في كده؟ انا مش عارفة اتنفس، انا مش هقعد. بقولك هو مركز معاكي قوي دلوقتي. نديم عمره ما ركز معايا. ده اللي حصل. من دلوقتي انت تحلمي وانا احقق لك احلامك. انا فعلا حاسه اني بحلم. احلم؟ Thank you.
بحب المانا. أنا بحب. ايه كل ده؟ سايبيني كل ده قاعده لوحدي ليه يعني؟ عادي بقى بنتحاسب وبتاع. ما يكون ضحك عليكي؟ ده نصاب كبير. خلي بالك كل حاجه كاتباها هنا اهو. لا والله. وانصب على مين دي؟ ما تخافيش على صاحبتك، دي تنصب على 20 واحد زيي، دي جانجستر. ما تقلقيش، فلوسك هرجعها لك على داير مليم، بس ترجعلي فلوس الاول. طب بمناسبه فلوسك بقى، في حاجه مهمه هي مكسوفه تقولها لك، بس انا عايز اقولها لك. مكسوفه؟ دي بتتكسف؟ دي اكبر شرشحة في بلدك، صاحبتي اول واحده علمتني الانحراف. طب خدي ام دي دي ده. ايه ده؟ بص يا رشا، كل واحد هنا لازم يضمن حقه. انا لسه مقضيها دلوقتي على الشيكات جوه عشان اضمن حقي عندها، هي كمان لازم تضمن حقها عندك، فبليز امضي الشيكات دي. ماشي امضي. ايه المشكله يعني؟ مش انا فين الانا؟ ينفع عندي بربوش؟ السلام على الازاز. ولا بالايلاينر؟ لا كده تو ماتش، كده انا طافي قوي. بطلي كوميديا وانجزي، طلعي قلم يا بنتي. خدي هو اني ما بحبش سنه، بس يلا بقى عشان ما كسفكوش. معلش تعالي على نفسك شويه. اديني مضيت لك على الدفتر كله عشان تضمني حق. ميرسي يا بنتي. ما لقيتش بقى غير اني اضمن حقي انا، وحد يقول لي هشوف بنتي ازاي. ما تلاقيش بقى الموضوع ده خالص، البنت دي محضره لك خطه، انما ايه؟ بيرفكت. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. دي احلى مفاجاه حصلت لي في حياتي. لسه مفاجآت كتير. في ايه تاني؟ تخطط لي ايه؟ انت هتشوفي لنفسك. هيحصل شوية شوية. لا على طول مرة واحدة كده. سمعتهاش كويس. بالعربي. سمعتي؟
وصلت. أنا برضو ولا ولا مقولهاش ولا ايه؟ ولا لا لا مش هقولها. يوه انت هتقرفني بقى. خلاص اقعدي رايحه فين؟ هقول لك اقعدي. بص يا ستي، البت دي جابت لك صوره طبق الاصل من المحضر اللي نديم فخري بيقول فيه انه ما طلقكيش وانك على ذمته وان كل المكتوب في جرايد ومجلات مجرد اشاعات. ايه رايك؟ يا صايعه حلو ده. ولسه اقولها بقى على بقيه الخطه ولا ايه؟ لا لا ما تشغلش بالي بتفاصيل عشان الموضوع لو فكس انا هزعل وانا مش عايزه ازعل. لا ما تزعليش الصراحه، احلى حاجه في البت دي انها مديها دماغها اجازه. وهفضل مديها اجازه لحد ما تقولوا لي ان نديم اتقتل وان كل فلوسه بقت بتاعتي. ما تخافيش على رنا، انت مش طبيعي. عرفت ازاي اني بفكر فيها؟ بكره الصبح هتلاقيها قدامك هي والناني بتاعتها، وقبل ما ندخل اوضتنا النهارده هفرجك على اوضتها. مفيش مخلوق يقدر يمنعك عن بنتك. انا مبسوطه قوي. طيب هتنبسطي اكتر لو قلت لك المفاجاه اللي جايه؟ ايه تاني يا نديم؟ هفرجك كمان على اوضه مريم. بجد؟ ميرسي قوي. اهي دي بقى هي المفاجاه الحقيقيه. انا مبسوطه قوي. انا عارف انك ما تقدريش تعيشي من غيرهم. دول روحي وقلبي. خلاص وزادوا واحد دلوقتي. مين بقى؟ مالكش دعوه. لا ماليش دعوه ازاي. نعم نعم يا بس نعم. ايه في ايه؟ اول مره تشوفني؟ تعال هنا. تحبني قوي؟ من صاحبتك دي هتجنن امي. كل شويه في حاله، شويه مجنونه، شويه عقله، شويه مش عارف ايه. ايه قاعدين بتتوتروا دي؟ ولا اي حاجه، انا عايزك دلوقتي تيجي بس. تعالي 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 اقعدي لي فيه سجاره بعد ما تنزل لك والنبي يلا. سجاره ايه يا ابني بالدماغ اللي الواحد عاملها دي؟ تشاو يا حبيبتي. باي. ما اصحاش اصلا من النوم بسبب خطيبتك الجهنميه دي. ما تقلقش خلاص. لا والله ماشي. هكلمك. ها هكلمك تليفونات. ها يا بنتي الهوفر شغال 24 ساعه، فين الزبين يا ابني؟ طبعا مش عايزه اخد جوينتات، انا مش عايزه افصل دماغي. انت خدتي سطرين وركبتي القطر وطالعه بقى. ها انا عايز انزل لو سمحتي. بليز لفي الزبين اول ما اخش استحمى والنبي بليز. يلا زنان قوي.
لي وراك يا شيخ. يلا قدام الشكات ولا انت في العنوان يا نجم. خد من نصيرها واقلب، ما اشوفش وشك هنا تاني. يلا في ايه؟ مفيش حاجه يا ملك، كله تمام. انا بره، تصبح على خير. فتحت الباب ليه؟ ما هو يوسف دي؟ انا عارفه الراجل ده، الراجل ده اللي كان مع عماد القط. انا فاكراه كويس كده، يبقوا عرفوا مكاني. وقعتيني معاك، الله يخرب بيتك. مين الراجل اللي فكني منه ده؟ انت مال اهلك مين ده؟ احنا لازم نقول لداليا كده، يبقوا بيراقبوها. بس هنقولها ازاي دلوقتي وانت معكش موبايل؟ انا مش فاكر يعني ليه. ما تخلصي، اخلصي شويه. اوكي انا هخلص، سؤال واحد وهخلص خالص. هو انا المفروض اقعد هنا ولا المفروض امشي دلوقتي ولا اعمل ايه؟ Thank you.
ملك ألف مبروك. طارق المفاجأة دي ربنا يبارك فيك عقبالك. إن شاء الله. أعرفك ابن عمي طارق. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. حلوة أوي المفاجأة دي. ميرسي أنت منور. ميرسي ثانك يو. مساء الخير. بعد إذنكم. اتفضل. اتجوزت؟ اتضح ان المسج اللي جات لها لما كانت قاعده عندنا هنا في البيت وقامت تجري واتلخبطت كانت من نديم فخري بيطلب منها انها تحضر ايفنت مهم. يا ابني انا عارف ده كله، انت هترغي في دماغي ليه؟ اهدى يا فهمي اهدى، هو ذنبه انها اتجوزت؟ كمل يا حبيبي كمل. مفيش يا ستي، وصلنا هناك اكتشفنا ان لا في لا ايفنت ولا حاجه وده فرح نديم فخري على ملك. طب مريم فين يا حبيبي؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ مريم هتعيش معاهم. نعم؟ هتعيش معاهم يعني ايه؟ هتعيش معاهم. ما ترد يا ابني. الله ما تهدى يا فهمي ما تهدى. بقولي هتعيش معاهم. طب هو يعمل ايه يعني؟ هيشدها من دماغها ويجيبها لغايه هنا؟ لا يسيبها لهم، يسيبها لاختها الصالحه وتبقى بصفها، وكل اللي انا عملته ده يهدهولي بثانيه واحده. عارف يا ريت انت هتموتني ناقص عمر. والله هتموتني ناقص عمر. الله ما تهدى امال، هو ذنبه ايه؟ ذنبه انه كان لازم يرجع بيها يا ناديه. الله في ايه؟ ايوه يا ابني افهم بقى، حد يبقى في ايده ساعه الماظ ويرميها كده ويسيبها ويمشي؟ ها يا ابني دي مفتاح الكنز وفي ايدينا، تسيبه تروح تديه لناس تانية غيرنا؟ حرام عليك حرام عليك يا بابا. طب انت كنت عايز ايه؟ اسكت بلا بابا بلا نيلة. بابة ايه ونيلة ايه؟ تعملش حاجة يا حبيبي، خلاص خليك جنب امك. سيبني انا بقى اللي هعمل، افكر بلا بابا بلا نيلة، سيبني افكر هعمل ايه في اللي جاي. ماشي؟ اقعد اقعد حيلة جنب امك. النبي دلعي الحيلة على قد ما تقدري يا حيرة ماما. تعال اقعد جنب ماما. حاضر هقعد جنب ماما اتفضل. يعني الراجل ده جراله ايه؟ ماما عندنا اي حاجه تتاكل عشان انا واقع. ذوقك حلو قوي في كل حاجة. أنا ذوقي حلو عشان اخترتك. مش شايف إنك استعجلت. أنا اتأخرت. بس أنا في حاجات كتير متعرفهاش عني، كان نفسي أحكيها لك عشان مبقاش خبيت عليك حاجة. أنا ما يهمنيش اللي فات، اللي يهمني اللي جاي. متفق ان احنا بنبتدي النهارده؟ صباح الفل. الدلع ده كله من هنا ورايح دلع. فطار في السرير وغدا في السرير
والعشاء كمان في السرير. لا بقول لك انا مش متعود على الدلع ده. متعود بقى. صباح القشطه. صباح النور. انا مش متعود على الدلع ده على فكره. متعود؟ ما ردتش على تليفونك ليه؟ بقى انا يبقى معايا الحلاوه دي وارد على تليفوني. ما يمكن حاجه مهمه. مفيش اهم من كده. بس انا بحب القهوه الصبح. French coffee is being made. I like French coffee kisses. Actually French kisses comes first. شغل كمان؟ لا النهارده شغل لا، ممكن بكره. يا سلام. وعلى فكره ايه رايك بقى ان انا هنزل بكره؟ تروحي فين؟ هروح البيت اجيب شويه حاجات. هو انت لما دخلتي هنا لقيتي حاجه ناقصه؟ ولا ذوقي مش عاجبك؟ لا بالعكس، ذوقك عاجبني في كل حاجه. كفايه انك اخترتني، يعني ذوقك حلو. مظبوط، انا ذوقي حلو عشان اخترتك. بس انا فعلا في حاجات مهمه في البيت ما حدش هيعرف يجيبها غيري. بعد كم يوم، بعد كم شهر، بعد كم سنه، لما تحتاجيها هنبعت مريم تجي. انت شكلك كده مش عايز تخرج من الاوضه خالص. انا مش هخرج من الاوضه النهارده. الركن ده اللي احنا فيه ده مش هخرج منه خالص. أنا لو خرجت من هنا هيحاكموني بتهمة إني مجنون. بس أنت مجنون. بعد امبارح اكتشفت إنك مجنون رسمي. أنا مجنون بيك. وأنا مجنونة بيك. يا ريتني قابلتك من بدري. وتقولي له اخرج من الاوضه، انا مش هغادر المكان. فرح، عارفه لو ما كانتش الظروف اللي حصلت لي كنت عملت لك فرح كبير جدا. هو اللي حصل امبارح ده مش فرح، ده احلى من الفرح. فستان احمر وطرحه بيضا. وبعدين الفرح مش مهم، هو مين العريس؟ مين اللي كانت جوه الفستان الأحمر؟ صحيح، بس أنا برضه كان ممكن أعمل حاجة أجن من كده. كفاية جنان، كفاية جنان. أنت يعني لسه شفتي حاجة؟ أنا شايف إنك خلصتي فطار. بس كفاية فطار بقى. بعدين أنا رانا الحياة بتصعب عليا، ما ينفعش نسيبها وحيدة كده. لازم نجيب لها أخ بسرعة. أمال شو عدتو خالص الحقيقة.
مريم، اهلا وسهلا. مين؟ رنا تحت؟ رنا تحت. بجد؟ استني كده، رايحة فين؟ عايزة هلبس الشبشب. تلبسي الشبشب ازاي؟ لا لازم تلبسي حاجة. هنغير وننزلك. أنا اللي قلت لك، وفرحت قوي قوي لما عرفت. بقى أنت كنت عارفة كل حاجة هتحصل امبارح وما قلتليش؟ لا، أنا اتفاجئت أول لما جيت. أنا أصله اتطلب مني ولا أتصل بيكي ولا أقول لك على أي حاجة. دي كانت أوامر نديم بيه. مفاتيح الفيلا. صدق الفيلا دي هتوحشني قوي. أنا كمان. انت توحشني قوي يا روحي. انت استني شوفي اوضتك الجديده. اهلا 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 اوبا. وحشتني وحشتني وحشتني. ازيك يا جمال؟ ازيك يا نهى؟ الله يبارك فيكم. ازيك يا انكل نديم؟ انكل ايه بقى؟ لا انا اسمي نديم بس، بالكتير بابا نديم. اوكي، تيجي نروح نتفرج على اوضتك؟ ممكن نتفرج على اوضتها؟ ممكن نتفرج على اوضتها. يلا تعالي. نديم بيه. ايوه جمال. لحظه، كنت عايز. لا انا مش عايز يا جمال، قول لها ما تكلمنيش، مش هرد عليها. اعملوا بقى حاجه لوحدكم يا اخي. بقول هعمل كل حاجه بنفسي. ايه ده؟ ده مش معقوله ابدا، دي حاجه مش معقوله. مش معقول كده 6000 واحد ولازم انا اقعد اشتغل؟ انا مش عارف. عايز اجازه بقى. انت عارفه اوضتك دي اول اوضه سكبتها في البيت. ميرسي. اوكي انا عايزه كيف موضوع. بتنتهي حكايتك بالظبط. قولي لي بقى رامي، رجعي بقى وخلصيني بجد. ده انت كانت الفرحه تنط من وشك لما طردت. ايه اللي حصل؟ مش وقت دلوقتي، انت عروسه. عروسه برضو؟ ماشي يا سنجل. ايه رايك؟ شفت السرير معمول ازاي؟ على شكل مركب. بالظبط. حلوة؟ ميرسي قوي يا انكل نديم. انكل تاني؟ احنا قلنا ايه بقى؟ ماشي، يا بابا نديم. صح كده. صح. ستي وده بيتك. حلو قوي. واي حاجه تعوزيها تقوليها لي على طول. تقوليها لي انا، ما تقوليهاش لماما. ماشي. انا اعمل لك الحاجات في ثانيه كده. ها ريتشو، ايه الاخبار؟ الجو بره عامل ايه؟ امانه مالك، ما تقلقش. تعودت عليك على فكره. انا كمان. مفيش امل تخرج من هنا خالص؟ بتهزري صح؟ بعد المصايب اللي حصلت دي كلها اكيد هخرج، اشوف لي اي حاجه تلمني. هبقى اخلي داليا تكلمك وتظبط معاك عشان نتقابل. ماشي. طب يلا عشان اتاخرتي يا داليا. يلا.
يعني ايه هربت منك؟ تقب وتغتز وتجيبها من اي حته حالا، فاهم؟ اخبيها. ما قلتيش يا مدام على فين ان شاء الله؟ مش عارفه. الله، مش عارفه ده اسم حي ولا شارع؟ انت هتهزر؟ خليك ماشي لحد ما اقولك، وبقى على جنب كده اقف عشان عايزه اركب قدامي، ما بحبش اطلع. ماشي. صباح وقشطة بالسلامة. داليا 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 داليا، ازيك؟ ايه الاخبار؟ جبتي الحاجة ولا ما جبتيهاش؟ قولي لي انك جبتي الحاجة، عشان لو ما جبتيهاش انا هتضايق قوي 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 على فكرة. دي واحدة بس، هخش الحمام مرة. استنى، بقول لك هخش الحمام وانا هكوت. قولي الأول، انت عارف ان صاحبتك اتجوزت نديم فخري؟ اوه، عرفت ليه بتفكريني؟ ها ليه بتفكريني؟ انا بصراحه المود بتاعي زي الزفت من ساعه ما عرفت. وعلى فكره صاحبتي دي هو اللي في الايجنسي بتقول ان هي عايزاني ارجع الشغل، هعمل ايه انا دلوقتي؟ ممكن تسيبي ايدي عشان اخش الحمام؟ صاحبتك دي بوظت لي كل المشاريع اللي في دماغي. ايوه، ما انا بوظت لي مشاريع اللي في دماغي انا كمان على فكره، مش انت بس. بعد اذنك. اسمها ليسي وما ينفعش يعرف. اوكي، حلوة اوضتك باربي زيك. ايه ده، هو ده بس اللي جالك من حاجتك؟ وانا كمان نص حاجتي لسه هناك. بكره الصبح اخدك ونروح نجيب بقيه حاجتنا ونقفل البيت كويس. هيوحشني البيت ده قوي مريم. طبعا انا مبسوطه قوي انك جيتي تعيشي معانا هنا، بس الموضوع ده لو مش هيريحك وعايزه تفضلي في بيت بابي هناك انا ما عنديش مانع، دي حياتك الشخصيه وانا مش هتدخل فيها. لكن طبعا انا افضل انك تبقي معانا هنا، يعني منه ان نبقى كلنا مع بعض انا وانتي ورانا، ومنه ان يطمن عليك. انا في حاجتين عايزاهم منك، ينفع أقولك عليهم؟ أول حاجة زي ما قلت لك موضوع الليسي، مش عايزة نديم يعرف عنه حاجة أبدا. أنا مش قايلة لنديم إنك متجوزة أصلا، بليز. الحاجة التانية، أنا مفهمة إن الحالة اللي أنتي فيها دي نتيجة حادثة العربية من بابي الله يرحمه، يعني القصة اللي بنقولها لكل الناس. ماشي، وموضوع الليسي ده خلاص قرب يتحل، هيطلقك تاني بالجزمة فوق رقبته، حتى لو اضطريت اديله قرشين ويحل عن زمانه، بس المهم ان دي ما يعرفش. انا مستعده. يلا يلا، انا جعانه، قومي نتغدى، حضروا الاكل تحت. بالحق، اخبار عمك النصاب ايه؟ بيسخنك عليا يا مريم؟ بيملى قلبك غل مني كده برضو؟ لغيت التوكيل. طب عادي، هو انت يعني فاكراني هزعل ولا هعمل مشكله؟ بالعكس، ده انت كده ريحتيني يا بنتي. انا مش نصابه زي ما عمك بيقولك، ده هو اللي نصاب.
هنصب على اختي، اختي اللي من لحم ودم. انت عبيطه. ماشي يلا قومي، لازم نتغدى كلنا مع بعض تحت. قومي تغيري ليه، انت شكلك حلو. اوكي براحتك. انت مالك بتبصي للفستان كده ليه، عاجبك؟ ده ذوق نديم. يلا متأخريش انجزي. في الناس اللي احنا عايشين معهم دول مش هيتغدوا معانا ولا ايه؟ مش عارف، شكلهم كده فعلا مش هيتغدوا معانا. طب هو ايه رايك لو مش هينزلوا هم احنا بقى ايه؟ ناكل. انا كنت عايز اقول كده والله. ايه رايك؟ ده احسن حاجه. مش كده برضو؟ مامي جت، مش هنقول لها اي حاجه من اللي كنا بنقولها، اللي بينا وبين بعضينا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا شم ريحه اسرار. أسرار مين؟ ده إحنا عندنا موضوع الأسرار ده بكتير. يا راجل إيه ده؟ أسرار؟ في حد باعني النهاردة. أمال فين مريم؟ نازلة ورايا. طيب بعد ما نتغدى أنا عايز أقعد معاك أنت ومريم شوية. بخصوص إيه؟ ميرسي، مش عاجبني إن في مشكلة بينك وبين عمك. والله يا نديم ولا أنا، بس أعمل إيه؟ نحلها؟ أي مشكلة عندك نحلها. أنا هنا. أنت أحلى حاجة هنا. هو أنا أقدر؟ أنا ما أقدرش. مين بقى اللي عازم نفسه على الغدا معانا ده؟ لا أنا بغير. بتغيري؟ أنا ما أقدرش. بس أنا مش غيرانة عليك، أنا غيرانة على رنا. يبقى أنا هضيع كده، لو خشيت بينكم أضيع. طبعًا. أنا قلت كده برضه، الناس دول مش فاهمين إن أنا اتجوزت. يا جماعة والله العظيم أنا اتجوزت، يا أميرة والله اتجوزت، افهموها بقى. معلش، أصل كان في حاجات ضرورية ومهمة جدا حصلت وأنا حاولت أوصل لك وما عرفتش. قال يعني مش قادرين يشتغلوا من غيري. ربنا ما يحرمنا منك. أنا جايبة الورد ده المدمر. Thanks. Welcome. عقبالك. Thank you. حياتك إن شاء الله. تفضلي يا أميرة، تفضلي. أهلا وسهلا. أول حاجة زي ما قلت لك موضوع الليسي، أنا مش عايزة إن دي منك متجوزة أصلا. بليز. الحاجة التانية، أنا مفهمة إنه الحالة اللي أنت فيها دي نتيجة حادثة العربية من بابا الله يرحمه، يعني القصة اللي بنقولها لكل الناس. ماشي. محتاج 250 ألف جنيه بكرة. ليه بقى إن شاء الله؟ هو قال لي يا مريم، أنت ما سمعتيش العيال أصحابي إمبارح هما بيتكلموا عن المشروع الجديد اللي هيعملوه؟ سمعتهم. طب وشفتي منظري كان بايخ إزاي لما قعدوا يقولوا لي هتدخل معانا ولا لأ؟ ما عرفتش أرد عليهم. وأنت هتجيب الفلوس منين؟ هو أنت حيلتك حاجة؟ ما هو أنت بقى لو تسلفيني ال 250 ألف جنيه وأردهم لك من الأرباح. أصلاً أنا مش معجبة بالمشروع ده. ليه مش عاجبك يا ماري؟ إيه اللي مش عاجبك فيه؟ إحنا في الأول هنجيب عربيتين بالقسط وبعد كده نشغلهم. بعد فترة يعني أبقى رئيس مجلس إدارة شركة بتأجر عربيات. يعني هي فرصة أنا أستقل عن أبويا وأنت تستقل عن أبوكي. ولا أنت يعني عايز ابننا يجي لاب وعاطل من غير شغل؟ ابننا؟ آه.
أنا ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. طب ما تفكري في الموضوع ده، أو تعالي نفكر أنا وإنت في الموضوع ده سوا مع بعض. يخرب بيت كده. أكيد هما. أكيد. صراحة أنا ابتديت أتخنق منهم. والله وأنا اتخنقت منهم أنا كمان. طيب طيب. إيه يا جدعان في حد يخبط كده؟ إيه يا ميشو في حد يخبط؟ مريم فين؟ مريم إيه؟ ما هو إيه وإيه اللي إيه اللي هيجيب مريم هنا يعني يا عم؟ أنت هتستعبط؟ عربية راكلة برة، يعني إيه هنا؟ أنا هنا. حبيبك محتاج 250,000 جنيه بكرة. قولي لي إن جبتي الحاجة عشان لو ما جبتهاش أنا هتضايق قوي. مريم فين؟ مريم هنا هجيبها هنا، ماليش علاقة بمريم. بابا نديم ما يعرفش خالص إن في حاجة في حياتنا اسمها ليسي. المشاريع الكبيرة دي عايزة كل الناس تساعد فيها، إيد واحدة ما تنفعش. يعني الاثنين اللي جاي رئيس الوزراء هيحط حجر الاساس للمدينه بتاعتنا. دي اخبار حلوه جدا. عشان كده عاوزين نجهز لليوم ده تجهيز جامد جدا. واحنا مش جاهزين ولا ايه؟ انا قايل من شهر. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ايوه ما احنا كنا مستنيين بس رئاسه الوزراء يردوا علينا ويحددوا لنا الميعاد. واحنا من امتى بنستناهم يحددوا الميعاد؟ احنا بنشتغل لحد ما يحددوا الميعاد. نديم انا متبرعه بكامبين المدينه دي، سواء أودور أو ميديا. أنا متأكد إنك هتعملي كده. هو في كذا شركة مقدمة لنا أوفرز. أوفرز يا أميرة؟ بتقولك متبرعة. ما هم كمان متبرعين. حلو جدا، زيادة الخير خيرين. المشاريع الكبيرة دي عايزة كل الناس تساعد فيها، إيد واحدة ما تنفعش. في حاجة تانية؟ آه طيب أنا هقوم أشوف مريم، اتأخرت لي. عادي يا حبيبتي، عادي. اوكي اتكلمي. اصل البوب جالك وكان عاوزك ضروري، كان بيحاول يوصل لك ومش عارف، وظاهر انه عارف حاجه بخصوص مكان مدام رشا. عاوزك تشوف لي الحاله اللي في 206 اذا كانت تعمل عمليه الصبح ولا لا. اللي كتبته من كوست العمليه مش هيقدروا عليه. مش مهم، صندوق اللي عامل المهندس نادين فيه فلوس الحالات اللي زي دي. اوكي هطلع اشوف الحاله وابعت رسالتك بتاعتك. اوكي شكرا. مفيد في حد جوه في انتظار حضرتك. صدقت كلام أخوك عني؟ أخوك هو اللي كان خاطفني، ولما هربت من حبسته جيت لك على طول عشان تشوف لي حل معاه وتطمني على بنتي. وحشتني. بتبص لي كده ليه؟ قلت حاجة عيب ولا غلط؟ ولا هو حرام إن بنتي توحشني وتجيلك عشان تخليني أشوفها؟ أنا فكرت أروح لك على البيت بس قلت بلاش، أجي لك هنا أحسن عشان نعرف نتفاهم مع بعض. نتفاهم على إيه؟ أنت مش عارفة أنت عملت إيه في بنتك؟ عارفة أكيد عارفة، بس هصالحها لما أشوفها وهي أكيد هتسامحني. ما كانش قصدي يبقى دمي تقيل معاها كده لما جت تسلم عليا.
بس اخوك هو السبب. تصرفاته معايا هي اللي بتخليني اعمل كده. تصرفات اخويا؟ انت بتستعبط يا رشا. مفيد ارجوك، انا مش جاي لك عشان نستفز بعض، انا جاي لك عشان انت راجل عاقل محترم وهتفهم كلامي وتستوعبه كويس. وعشان انا زهقت لدرجة اني بفكر انتحر. اه والله انا ما بقولش اني ما غلطتش، غلطت، بس مش معنى اني غلطت اني افضل طول حياتي هدفع تمن غلطتي دي. خلاص هو مش عايز يرجع لي، هو حر، بس يسيبني اشوف بنتي. ومش كل شويه يخلي رجالته يخطفوني في اماكن مقرفه وطول الوقت يهددني بالقتل. انا رجعت نفسي وفكرت كتير ولقيت نفسي غلط. اه والله انا مش عايزه حاجه، مش عايزه اي حاجه، مش عايزه فلوس ولا الشركه ولا اي حاجه خدها مني. انا عايزه بس يسيبني اشوف بنتي، اخدها كده في حضني، عايزه اشوفها النهارده باي طريقه. انا مش عارفه انا كنت بعمل كده ازاي، سيبها على طول مع الناني بتاعتها تعمل لها كل حاجه. ازاي ما كنتش باخدها في حضني وادلعها؟ بس هتغير، هتغير جدا، هعمل لها كل حاجه. انا اللي هاكلها وهجربها وهذاكر لها وهلعب معاها كل حاجه. وانا كمان هبطل اخرج واسهر واشرب، حتى السجاير هبطلها. والكوك بقى انت تعالجني منه. يا وصل كمان للكوك؟ تخليني شندة مني. قلت لك انا نفسي اركع رشا بتاعت زمان، فاكرها؟ فاكر رشا لما اتجوزت نديم كانت عامله ازاي؟ كانت حلوه مش كده؟ مش مهم، يلا بينا. يلا بينا على فين؟ انت مش وعدتني توريني لوجي؟ وعدتك ايه؟ بقيت تنسى؟ ولا رجعت في كلامك؟ ولا تكونش خايف من نديم او مشترك معاه في الكذبه بتاعت اني سافرت دي، او تكون قلت لها اني مت؟ قلت لها انك مت؟ لوجي هي اللي ايوه بقى افتري بقى في الاشتغالات. قول بقى الكلام اللي ملوش معنى ولا لازم ده خالص. دي إشاعة أخوك مطلعها هو عماد القط. عماد القط ده دواطي باخد بسجارة. أنا لما أشوف نديم أحكي له كل حاجة. بس الأول يلا بينا نروح للوجه. حلو الاكل؟ حلو ولا رفدهم كلهم؟ قولي لي بس. لا حلو قوي. طيب عظمه، اميره دي مزعجه، قلبت لنا الغدا عشاء. بس حقيقي السبب اللي هي جايه عشان يستاهل. ما كانش ينفع يتبعت لك بمسج ولا بورقه صغننه كده مع حد من السواقين ولا مع جمال، كان لازم تيجي هي بنفسها. هي اصلها عايزه توريني انها موته نفسها في الشغل، حاسه انها ايامها الاخيره. هتموت؟
لا مش هتموت اختك دي طيبه قوي قوي. انا همشيها لاني زهقت منها. تخلصي الطبق ده كله. اه عشان انا لسه احط لك طبق تاني. رنا شطوره بتعرف تاكل قوي كويس. يا بنتي حرام عليكي نفسك. انت ازاي طايقه الاكل كده؟ هي بتحب السبايسي؟ مش ممكن يا نادين. طيب ما تسيبيها براحتها. براحتها وانا مالي وانا قلت حاجه. مس نادين يور براذرز اون ذا فون. ثانك يو سالو. يور ويلكم. ايوه مفيد. امتى؟ مفيد خليها عندك ما تتحركش. انا مسافه سكه وجاي لك. مع السلامه. حبيبتي لازم اقوم حالا. هكلمك. ما تناميش غير لما اجي. يا حبيبي. مين شطور بياكل لوحده؟ شيل روحي انا. زي ما قلت لك حالة شوك مأثرة عليها وخليها مش مستوعبة اللي حاصل. يعني لو اتقدمت للمحاكمة يعتبروها مجنونة وحطوها المستشفى وبعد كده تخرج تعيش حياتها. بس هي فعلا تعبانة. بلا تعبانة بلا بتاع. هي فين يا مفيد؟ هي فين؟ معرفش. ما تعرفش؟ المريضة اللي كانت في 104 فين؟ معرفش. أمال أنا اللي أعرف؟ كلمي الأمن اقفل الأبواب. تعالى بس اوعى يا مفيد دي فضة. هتلاقيها يا نبيل. لو ما لقيتهاش هغير الأمن في المستشفى. كنت لقيتها عند اخوك كنت هتعمل ايه؟ كنت قتلتها. قتلتها ايه يا نديم؟ انت مجنون؟ مش هسيبها عايشه بعد ما قتلت بنتي. اه وتودي نفسك في داهيه. انا مش قادر انسى بنتي. بنتي ما بتفرقش تفكيري ثانيه واحده. مش قادر انسى انها راحت مداني. مش هرتاح غير لو خدت حقها. ما اظنش انك هترتاح لو قتلتها يا نديم. بالعكس انت ممكن تعيش كل حياتك متعذب. انا مش هعيش متعذب عشان دي. لا مش عشانها. عشانك انت. متهيألي نديم الراجل المحترم النظيف اللي كل الناس بتحلف بسمعته. مش هيعيش مرتاح بعد ما يقتل. نديم بشرب على الراجل بتاعك يا نديم بشرب. ما عملتش حاجة. لو ما عملتش حاجة يا نديم بشرب. نديم
نديم انت سامعني؟ طب ممكن ما تخوفنيش من دماغك دي؟ وبعدين احنا مش اتفقنا ان الماضي ده خلاص رميناه ورانا وان الحياة قدامنا، اتفقنا ولا لا؟ اتفقنا يا نديم. انا حبيتك، مش مستعدة يجي اليوم اللي اشوفك فيه مش جنبي او تبقى معايا وانت مشروخ من جواك. يعني ايه يوم ما بقاش جنبك؟ انا هفضل في الحضن كده على طول. يا سلام، عشان كده سبتني وجريت تاني يوم جوازنا. انا اسف يا روحي، غصب عنك. في كمان اسبوع واحد بس هغيب عنك فيه، بعد كده هفضل في الحضن على طول. نعم، ليه؟ نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه؟ مش احنا بعتنا كل التحاليل والأشعة بتاعت رنا للدكتور في فرنسا؟ الدكتور حد من معاني ولازم تروح تقابله. بجد؟ للأسف بقى الميعاد ده جاي في نفس التوقيت اللي رئيس الوزراء هيفتح المدينة وحط حجر الأساس بتاعها. يعني ايه؟ مش هتبقى معانا؟ غصب عنك. طب ما ينفعش تعمل أي حاجة تظبط الميعاد بحيث إنك تبقى معانا؟ أنا مش عايز أبقى معاكي برضه. بس هعمل ايه؟ الدكتور ده مشكلة، لو ما كانش صاحب مفيد ما كناش خدنا ميعاد. حياتك عندي لأعمل المستحيل وخلص وحصلك. اوكي، طب ممكن اخد مريم معانا؟ يمكن اشوف لها دكتور هناك يشوف حل للمشكلة اللي هي فيها. اوف كورس، انت تعملي اللي انت عايزاه. ميرسي قوي يا حبيبي، انت ميرسي. شطنطي. عندي ليكي خبر زي الفل، هنسافر باريس انا وانتي ورنا. في دكتور هناك بتابع حالتها، حضري نفسك. بقولك ايه؟ احنا ليه ما فكرناش ان انا اروح اتكلم مع مريم بما اني صاحبتها؟ يعني اتكلم معاها في ايه؟ يعني اقول لها الليسي عاوز يرجع لك وعايز يكمل معاكي. ومين قال ان الليسي عايز يرجع لها او يكمل معاها اصلا؟ الليسي ملوش في الحب، الليسي عاوز يقفش. بالظبط كده معلم. الحوار بتاع مريم ده في حاجه مش مفهومه. تقول لي بس في ايه وانا ارسيك على الصح. ايه اللي مش مفهوم يعني؟ يعني في سر طلقتها، رجعت لها الصور اللي عندها واتنزلت عن البلاك، وبعد كده رجعتها تاني. مش عارف جاي دلوقتي تقول ايه؟ لو مش خفت بات لوحدك لحسن اختها تيجي تقتلك. ايه الجو ده يا عم؟ لا هو كمان عمال يراقب البيت ده كمان. عارف؟ انا مش فاهم. انت شفته من اخر مره؟ لا. اتفكك بقى من الحوار ده خلاص يعني. هما قرشين قلبتهم منها وخلاص. افكني من الحوار ده؟ لا يا حبيبي، مريم دي خدتني لغايه المأذون، يعني اتجوزتها، يعني لازم اقفش منها قفشه كبيره قوي. طب انا دلوقتي مش فاهمه، انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي كده وبخطط لخبور لملك اختها. يا ابني ما بلاش ام الجو العجيب بتاعك ده. والله
يا ابني انا لو رغيت الموضوع ده من دماغي ابقى تهتيت. يرضيك واحده زي مالك دي تهتني؟ ما انا قايلكوا الموضوع 50 مره قبل كده. مش عارف اقول لك ايه والله. استنى ايه ده؟ دي مالك؟ مالك مين يا عم؟ مريم. مريم؟ صفة الجوزي لحد دلوقتي ينفع تمنعني من السفر وتبعت لمالك القرار ده. سفر ايه وبتاع ايه؟ ويعزمنا احنا السفر ليه؟ وانت مالكش بليه؟ انت ليك مكان. اه حلوه دي. صح. اه انا بعت لها اقول لها نسلك الموضوع ازاي؟ مادام عايزينها منحه. صح. انت اوقات بتفهم يعني ولا بتفهم؟ حاجات برضه كده لازم ادي لك حته في الاخر. هرد عليها. مش عارفه يا ملك، هي ورقه من مكتب محامي معلهاش اختام ولا اي حاجه رسمي، يعني من الاخر كده مش انذار، فاهمه قصدي؟ واللي جايبها مش محضر، ده موظف عند المحامي ده. طب اديهالي بس اتكلم معاها، اتكلم معاها بس دقيقه واحده. بصي يا ستي، مكتوب ان موكله خالد عبد اللطيف الليسي هياخد الاجراءات الرسميه لمنع زوجته السيده مريم لطفي الجرحي من السفر. ايه؟ وعارف منين ده؟ ده احنا لسه فاتحين الموضوع ده بس امبارح بالليل. ماشي، ابعتي الورقه اللي جات لك لاستاذ جلال المحامي وقولي له مالك مستنيه تفتي. طب اديهالي بس اتكلم معاها، اتكلم معاها بس يا واحده. عايز ايه رامي بس؟ انا مش فاضيه له يا نهى. قولي له ركز في الشغل ويسيبه من لت النسوان بتاعه ده. لا مش محتاجة اعتذارات، خلاص نسينا اللي عمله وانتهينا. ماشي ماشي، سلام. رنا حبيبتي، اطلعي شوفي لي مريم صحية ولا نايمة، ولو صحية تنزلي على طول. وانتي استنيني في اوضتك حضري البلاي ستيشن اللي جابها لك انكل نديم. أنكل نادين؟ احفظي مامي، اسمه بابا نادين، بيزعل من أنكل. طيب سوري سوري، حضري البلاي ستيشن اللي جابها لك بابا نادين عشان نلعب جيم مع بعض، بعد كده نحضر شنطنا. بس الأول جاهزة للهزيمة؟ نعم جاهزة للهزيمة. طب ايه رأيك بقى ان مامي ما بتتهزمش؟ هنشوف. انت بنت متأكدة ان عندك 6 سنين بس؟ وبعدين هما 6 سنين دول قليلين. اه لا مش قليلين. روحي انتهي لي مريم. يلا حاضر. نفسي اعرف الزفت اللي ليسي عارف انها مسافره منين. تقعد وراها ان ما كانتش هي اللي قايله له. البت دي ما بيجيش وراها غير مصايب. ربنا ياخدك انت وهو في يوم واحد. حسبي الله ونعم الوكيل. بكره وبعده بكره وبعده اللي وعدني هيوفي بوعده كلها بكره كلها بكره وبس وبعده بكره وبعده. ايه الحلاوه دي؟ يا ابني مش هيتنحنح. انا انت عاوز تسرقني توقعني من طولي؟ سيبك انت بس من وقعك والحاجات دي. جاي مبسوط وبتغني كده ايه؟ ما غنيش ليه يا اخوي؟ ما غنيش ليه يا هلا؟ أنا لسه راجع من عند المحامي ومطمني آخر طمأنة. أنت لسه برضه بابا اللي في دماغك ده في دماغك؟ حقي حقي، وأنا لا سمح الله برمي جدتي وهاخد حق حد تاني؟ لا ده حقي وشرع ربنا كمان. ما هو أنا بقى ما بقتش فاهمك. أنا ما بقتش فاهمك. أنت شوية تقول لي أنا مش عايز حاجة ليا، الموضوع كله مريم وأنا خايف على مريم من أختها لحقها يروح، وشوية تقول لي حقي وشرع ربنا. مريم مريم سيبك منها بقى، هي مش بعتنا وراحت قعدت معاهم خلاص. ده حتى ما اعتذرتليش يا راجل برسالة ولا بإس إن إم. بإيه يا بابا؟ إس إن إم؟ إس إن إم إس إن إم؟ إيه إس إن إم دي؟ جديدة عليا أنا شخصياً، اختراع جديد ده أنا ما أعرفوش. والله يا ابني أنا كمان جديد عليا، أنا بسمعهم بيقولوا كده إس إن إم. سيبك من مريم، سيبك من مريم، سيب مريم دي للزمن. أصل مريم جاية جاية.
صدقني يا ابني جايه جايه، لو ما جتش بكره هتيجي بعده، فاهمني؟ ايوه. بس عارف الفضل يرجع لمين؟ لامك. الله يكرمك. مالها امه بقى؟ مالها امه؟ لا مفيش حاجه حبيبي. أه؟ مفيش حاجه. ايه اللي جاب سيرتي؟ يا ستي بجيب سيرتي يا ستي بجيب وعشان سيرتي. وعشان ايه؟ مالها امه؟ يا ناديه والله بجيب سيرتك بالخير. بالخير؟ طيب عملت اللي انا قلت لك عليه؟ ايوان. واول ما المهمه خلصت بسلام رحت طالع دغري على المحامي ضايق. اوعى تكون نسيت كلمه من اللي انا حفظته لك وانت بترمي الميه على عتبه بيته. عيب عليك يا نادي. دي الورقه اللي انت مديها لي اهي لسه مجيبها اهي. وايه قلت لي فيها ثلاث مرات وانا برش الميه برش الميه. ده ايه التخلف ده؟ ولا انت رحت قدام بيت واحد ومسكت ميه وقعدت ترميها على عتبه بيته واقول اشتوت اشتوت اشتوت؟ اسكت اسكت، انت مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه ولا عمرك هتفهم حاجه. لا انتوا اللي فاهمين. اه طبعا. ولا عارف اللي اسمه الليسي ده؟ الليسي ده عارفه الليسي ده؟ لو ما طلعش مريم في ظرف يومين بالكتير يبقى تعالى اتكلم معانا. هو انتوا عايزين بقى مريم تتطلق ولا عايزين ملك تتحبس؟ للليل. انا شخصيا عاوز للليل زي ما ابوك قال. للليل. طب بصوا بقى انتوا الاثنين اعملوا حسابكم ان حتى مريم دي لو اتطلقت انا استحاله اتجوزها. يا نهار اسود، امال انا عملته ده ايه؟ انا مش فاهم اللي انا عملته ده كله ده ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا زي ما سمعتوا كده، لو مريم دي اتطلقت انا استحاله اتجوزها. ولا خلاص. طب خد استنى. يبقى هينقطني الواد ده، هينقطني. مفعول العصير بتاعك راح. لا عصير ده ايه؟ انا اعمله عصير تاني. يعني ايه بيشم على ظهر ايده؟ انا وانت بس اللي نعرف الموضوع ده، ما كانش فيه تالت بينا. عرف منين؟ تعرفيش؟ وبعدين في الوقعة السودة دي انا مش عايزه فضايح، مش عايزه نديم يعرف عن الليسي بتاعك ده. انا شكلي هيبقى زباله قدامه. هقول له باسبورك ضاع. باسبورك ضاع ايه ده؟ يجيبه في ساعتين. بقى ما قلتي له؟ مش ها عارف لوحده. ماشي يا مريم، هعمل نفسي مصدقاكي. لما ارجع من السفر ليا كلام تاني معاكي. ماشي. ايوه استاذ جلال، وصلتك الورقه؟ طب وبعدين هو فعلا ينفع يمنعها من السفر؟ كنت متأكدة من إجابتك دي. لا لا لا، حلول ودية. إيه بقى؟ هفكر في الموضوع ده لما أرجع إن شاء الله. ماشي، باي باي. قولي لنا حل يا ست مريم. تقعدي؟ ماشي، انا هسافر وانت تقعدي، بس مش هينفع تقعدي هنا لوحدك. شكلها مش لذيذ يعني ان انا اسافر واسيبك هنا، ولا انت ليكي راي تاني؟ انا رايي تاخدي سادو وتروحوا البيت. بس اقول ايه لنديم؟ اعصابي. انت جننتيني، جننتي امي. مفيش وقت للحلول والقرارات. خلاص اقعدي هنا يا مريم. بس هقول لنديم ايه؟ هقول له اي حاجه بقى. عندك امتحانات دبلومه، عندك علاج مع دكتور، عند اي حاجه، بس المهم ما يعرفش. يلا يا مامي بقى. ايوه يا حبيبتي. جاية جاية حياتي. نفسي مرة واحدة مرة واحدة تعملي حاجة صح في حياتك. على طول
تقولي انت تغلطي وانا ادفع الثمن. انت على طول متعصبه عليها كده. اعمل ايه بس يا رنا؟ ده انت يا حبيبتي بتسمعي الكلام اكتر منها. بس هي طيبه. طيبه ما انا عارفه، بس بتعمل حاجات تغيظ. مين اللي بيكلمك؟ ده بوبي. طب قفلتي عليه ليه؟ اصلي بصراحه مش عارفه اقول له ايه. قولي له لمين؟ ولا اقول لك؟ لا تقولي ولا تعيدي. انت ما ترديش عليه خالص لحد ما نسافر.